بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الديب فريزر اللي هو الكريازي اللي هو السبع درج. هنشرح كيفية التشغيل بتاعته والوقاية من أي مشاكل فيما بعد. بالنسبة للديب فريزر ده كيفية استخدامه، في عندي هنا حاجة اسمها السوبر هي اللي هو التبريد السريع كده، هي مطفية دلوقتي اللي هي عاملة زي المروحة يعني. أول ما بضغط عليها كده كده أنا عايز أبرد حاجة بسرعة، عايز أجمد حاجة بسرعة، عايز ألغيها أهي بتك عليها تاني كده لغيتها تخبط كده يبقى لغيتها. ده الليفل اللي هو بتاع إيه الدرجات بتاعتي. طبعا أنا معايا الدرجات لحد كام؟ من 1 لـ 5 تمام. أفضل حاجة عندي لأن طبعا ديب فريزر لسه جديد، أفضل حاجة عندي إن أنا أخليه معايا الاثنين في الاول ماشي. الاثنين بينطبق عليه بقى الدرجات دي بتاع الاوزان دي على حسب الاثنين دي، ده الاساس بتاعها. عندي حاجه اسمها الارم اللي هو الصوت، لو انا عايز اشغله كده بشغله اي كده زي ما حضرتك شايف، انا مشغل كده الصوت بتاعي، عايز الغيه بنفس الطريقه دي ماشي. طبعا احنا بنشغله عشان لو حد فتح ولا حاجه الباب يظهر معانا صوت انذار ان في حد فاتح يعني كده. بالنسبه للوقايه بتاع الديب فريزر، شايف حضرتك الجوانات ديت تمام، كل شهر او كل شهرين بجيب قماشه وبنلها ميه سخنه وامشيها على جسم الجيونات دي كده تمام، من فوق ومن تحت ومن الاجناب. بس اهم حاجه عندي قوي اخلي بالي من اللي تحت ده بالتحديد. ليه؟ لان دايما ستات البيوت ما بياخدوش بالهم من الجيون من تحت، بيقوم عامل ايه؟ بيقوم عامل صفار. الصفار ده بيقوم عامل لي هنا صفار، بعدها بثلاث اربع شهور يقوم عامل لي حمار هنا، الحمار ده بيقوم عامل لي قشله يعمل برومه، ممكن نوصل لمرحله سمكره تمام. فيفضل ان امسحه بقماشه كده تكون مضروبه بميه سخنه واظبطه. وجسم الديب فريزر برضه نفس القصه، من هنا كده امسحها. طبعا بيبقى عليها اتساخات وكلام من ده، كلام كل شهر كل 3 شهور مره. في عندي برضه بعد ما اعمل القصه دي ممكن اجيب قماشه وبالله خال. الخال ده برضه همشيها على المدراج وعلى جسم الفريزر بحيث لو في اي بكتيريا داخل الفريزر بتموت. انت عارف ان الخال ده اصلا بيموت البكتيريا تمام. دي الوقايه بتاعت ايه؟ الديب فريزر. واقفل الباب بتاعي لازم يكون محكم، ودايما اخلي الديب فريزر يبقى بميل لورا بتاعه من سنت لسنت ونص عشان الباب يبقى محكم اكتر. ونحاول لما نيجي نحط حاجه ما نسيبش الدرج خارج لبره، لان لو سبت الدرج خارج لبره الباب مش هيقفل كويس، هيبقى موارب يبدا يدخل لي حراره جوه ويطلع تبريد، يعمل لي تكثيف عرق، العرق ده يعمل تلج، يعمل لي مشاكل بعد كده، يعمل لي سد اصلا في الديب فريزر. تمام. الادراج نحاول قدر المستطاع ان احنا نوزع الحاجه بتاعتنا على الادراج كلها، يعني ما نجيش على درجين معينين نقوم مالينهم على اخرهم. طبعا نكسر الدرج، لا احنا ايه مثلا عندنا مثلا 14 حاجه يبقى كل درج فيه قطعتين اثنين. تمام. في كيسين مثلا، تمام، نوزعهم على كله. ودايما الديب فريزر لو احنا نقلناه مثلا من مكان لمكان نسيبه 6 ساعات مفصول. بعد 6 ساعات ابدا اشغل الديب فريزر، ويفضل طالما الديب فريزر جديد اشغله بتاع برضه 12 ساعه كده على الفاضي من غير ما احط في قلبه اي حاجه، بحيث ان هو يضيع الريحه بتاعه المصنع. بعد كده ابدا ارص الحاجه بتاعتي. تمام. ولو الكهرباء عندنا مثلا ضعيفه او فيها مشاكل ولا حاجه بتقل عن 180 فولت او بتزيد عن 220 فولت، يفضل ان انا استخدم حاجه اسمها الاستبلايزر هو المنظم. بس ما اجيبش الاستبلايزر هو اليدوي، لان الاستبلايزر اليدوي عامل زي المشترك. لو الكهرباء عدت، انت مثلا عندك الكهرباء مثلا 150 فولت تمام، كان ده المغرب في وقت الذروه. ال 150 فولت اللي هو وقت الذروه انت بتقوم رافع اللي هو اليدوي، هترفعه مثلا توديه لكام؟ لل 220 او لل 200، هتيجي الفجر هتعلق هو لوحده هيعلى، ممكن يعدي ال 240 فولت، ممكن يضرب لك اصلا الكارته بتاعت الديب فريزر. فيفضل لما اجيب استبلايزر اجيب اللي هو الاوتوماتيك اللي هو اصلا بيبقى بفيوز بنص جنيه ولا بجنيه، يوم ما بيضرب بيضرب الفيوز. الكهرباء فيه ما بتقلش عن 180 فولت وما بتزيدش عن 220 فولت، وده احسن حاجه. الكلام ده لو الكهرباء عندكم ضعيفه. تمام. ماشي. لو الكهرباء قطعت يفضل لو ثلاجه او ديب فريزر امشي الفيشه بتاعته. اول ما الكهرباء تيجي واحس انها استقرت ابدا احط الفيشه بتاعتي عشان احافظ على الحاجه. تمام. حتى عندنا في الغسالات والحاجات دي برضه لازم بعد ما اخلص اشيل فيشه. ليه؟ لو التيار جه عالي ولا حاجه ممكن يضرب لي الشاشه، حتى لو هو مطفي اصلا، يعني عندنا في الغسالات هو مطفيه. لو انت الفيشه محطوطه بتاخد شحنه، الشحنه دي لو جت الكهرباء عاليه تضرب الايه؟ الجهاز. فيفضل ان احنا نشيل. لكن هو ممتاز يعني، ان شاء الله ده ممتاز.
طبعا هو الماركة كريازي، والساعة بتاعته 270 لتر، 9.5 قدم، وده الموديل بتاعه. طبعا ده موديل حديث، هو يعتبر أفضل حاجة أصلا في السوق دلوقتي بالنسبة للفريزر هو الكريازي. طبعا ده موتور، الموتور بتاعه ضمانه أصلا 10 سنين، لكن مش كل حاجة، هو الموتور بس ال10 سنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.